وينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو يوسف بيجار مراسل الغد. يوسف، وكالة الأنباء السورية ذكرت بأن الرئيس الروسي وصل بالفعل إلى سوريا، جدول أعمال هذه الزيارة؟ بالفعل حازم، هذا ما أكده المكتب الرئاسي للكرملين، أكد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة غير معلنة إلى دمشق، أين التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في مكان تجميع القوات الروسية بدمشق. أولى التصريحات الصادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت بأن روسيا وسوريا قطعتا شوطا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب واستعادة الأراضي السورية والحفاظ على الوحدة السورية. بدوره بشار الأسد شكر الدور الروسي الكبير في مجال مكافحة الإرهاب وإعطاء الكفة للجيش السوري في مجال محاربة الإرهاب واستعادة الأراضي السورية. بعض الأخبار أكدت بأن بوتين وبشار الأسد استمعا إلى أو استمتعا بمشاهد بعرض عسكري مشترك روسي سوري. طبعا هذه الزيارة تأتي قبل يوم واحد فقط على لقاء مرتقب يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو لقاء مهم جدا بالنسبة للجانب الروسي لمناقشة التطورات في الملف السوري وخاصة في موضوع إدلب ناهيك عن التطورات في الشرق الأوسط وتداعيات اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني. بعض المصادر الروسية أكدت بأن روسيا عززت من تواجدها العسكري في سوريا وأرسلت سفن حربية وطائرات أو مقاتلات حربية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس. ربما هذا يعكس المخاوف الكبيرة للجانب الروسي من احتمال نشوب على الأقل صراع غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي فإن الجانب الروسي يعمل حاليا على تعزيز تواجده العسكري والتنسيق مع الجانب السوري لبحث القضايا الملحة بما فيها مسألة التسوية. إذن هذه الزيارة غير معلنة كما أكدنا وكما أكد مكتب الرئاسة السورية والكرملين تعكس المخاوف الكبيرة للجانب الروسي من التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتكشف أن موسكو تنسق دائما مع الجانب السوري ومع الرئيس السوري بشار الأسد قبيل أي زيارة أو أي اجتماع مرتقب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. شاهدنا هذا في اللقاء السابق الذي جمع بوتين وأردوغان في سوتشي، كان هناك تنسيق على الأقل على مستوى وزراء خارجية البلدين، والآن بوتين في زيارة غير معلنة إلى دمشق أين التقى الرئيس السوري بشار الأسد. أشكرك جزيل الشكر، سنكون في متابعة معك يوسف بيجار مراسل الغد، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو.